وبيقول لنا انه في 5 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة وصلت. النهاردة ايضا الحكومة اعلنت ان في 5 دولار اضافية اللي هم 10 مليار، واللي معاهم ايضا في 5 مليار من الوديعة الاماراتية. فعرفنا ان هذه الاموال اصبحت الان في حيازة البنك المركزي، يعني عندنا 10 مليار دولار جم في 4 أيام. طبعا مش هنعيد الكلام تاني، واحنا يعني شفنا الرئيس وهو بيشيد بدور دولة الامارات والشيخ محمد بن زايد، وازاي الناس ديت قدرت تقف جنبنا مش ببزنس، لا باخوة بمحبة، لانه لو بزنس كان هيبقى فيه ترتيب آخر لهذه المبالغ، ولكن هم قرروا ان هو يساعدك بالفلوس، وفعلا هي أثرت في أرقام كثيرة في السوق المصري. معانا سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. النهاردة الجزء الثاني من الدفعة الأولى وصل للبنك المركزي المصري، صحيح هذا الأمر؟ بالتأكيد يا فندم، البيان أوضح اليوم وصول 5 مليار دولار الثانية من تحويل من المبلغ 10 مليار دولار، بجانب 5 مليار دولار من الوديعة الإماراتية في البنك المركزي. سيتم التنسيق مع الجانب الإماراتي الشقيق لتحويلها أيضا إلى البنك المركزي، بحيث أنه يتم استخدامها، تحويلها إلى الجنيه المصري، بحيث أنه يتم استخدام مقابلها بالجنيه المصري في تنفيذ المشروع، وتحصل الحكومة على 5 مليار دولار. سيادة المستشار عشان الناس تفهم بس، 5 مليار اللي هم في الوديعة دول هيخرجوا من البنك المركزي، ولا هيفضلوا 5 مليار دولار موجودين في البنك المركزي والدولة المصرية ستدبر ما يوازي له منهم بالجنيه المصري للجانب الإماراتي، اللي هو قال انه هيستخدمه في شغل كتير في مصر وفي رأس الحكمة؟ يعني كما أعلن دولة رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، الخمسة مليار دولار الجزء الأول من الوديعة الإماراتية الذي سيتم تحويله إلى الجنيه المصري، ستبقى الـ5 مليار دولار لدى البنك المركزي، بينما الشركة ستحصل على مقابل هذا المبلغ الـ5 مليار دولار بالجنيه المصري لاستخدامه في تنفيذ المشروع لاحقا. السؤال اللي كل مصر بتسأله دلوقتي، وأكيد حضرتك متابع هذا الأمر، الفلوس دي هتتصرف إزاي؟ يعني إحنا دلوقتي معانا مش نظريا فعليا 10 مليار دولار كاش، قلنا الفلوس دي كيف سيتم صرفها من قبل الحكومة المصرية؟ يعني كما تعلم حضرتك، هو الإجمالي الصفقة 35، القسط الأول 15 مليار، القسط الثاني خلال شهرين إن شاء الله 20 مليار دولار. الحكومة أعلنت، ودولة رئيس الوزراء أعلن عند إعلان وإبرام الصفقة، إنه الحكومة أو الحصيلة الدولارية اللي بتوفرها الصفقة للحكومة هي ستساعد الحكومة في أولا توفير سيولة دولارية تسهم في ضبط سعر الصرف في سوق النقد من ناحية أخرى، السيولة دون شك سوف تساعد الحكومة خلال الفترة المقبلة على استيفاء الاحتياجات الأساسية للدولة من السلع الغذائية، من الأدوية، من الأعلاف، من مدخلات الإنتاج. وطبعا شاهدنا بعد الإعلان عن الصفقة كما شاهدت حضرتك أنه بعض أسعار السلع انخفضت على ضوء أنه انخفض السعر في السوق الموازية. فإذا إن شاء الله يعني الدولة سوف تستخدم تلك الحصيلة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من ناحية، ومن ناحية أخرى إحنا أوضحنا، دولة رئيس الوزراء أوضح يعني بصورة يعني واضحة جدا للجميع إنه الحكومة ما زالت مستمرة في عملية ترشيد الإنفاق وعملية الإصلاح الاقتصادي بغض النظر عن صفقة رأس الحكمة، وإن شاء الله يعني خلال الفترة المقبلة سيكون التركيز خلال الخطة الاستثمارية على القطاعات التي تحظى بالأولوية للمواطنين، سواء كنا بنتكلم على الصحة أو التعليم أو مبادرة حياة كريمة إن شاء الله. سيادة المستشار، كان سيادة رئيس الوزراء بيتكلم ان احنا هنتعامل مع هذا المبلغ ان هو ما جاش،
يعني كان ليه تصريح ان احنا نتعامل معاه ان هو لم يحضر، وهنفضل في مجهود ان احنا نجيب استثمارات زياده للبلد ونجيب عمله صعبه زياده. اشرح لنا هذا التصريح لو سمحت. التصريح ده يا فندم بيأكد على النقطة اللي أنا لسه قايلها لحضرتك، هي إنه الدولة مستمرة في عملية الإصلاح، يعني الحصول على هذا المبلغ الضخم والصفقة الضخمة لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع مصر عن عملية الإصلاح أو عدم الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية. على الإطلاق الحكومة مستمرة في ترشيد الإنفاق ومستمرة في وضع أولويات للإنفاق في الخطة الاستثمارية خلال العام المقبل، وبالتالي يعني دولة رئيس الوزراء كان يعني يقصد التوضيح والتأكيد على أن الحكومة لن تهدر هذه الأموال الضخمة، ولكن سوف تعمل على صرفها طبقا لأولويات الدولة وطبقا لمجالات التي تحظى بأولوية لمصلحة المواطن. بطبيعة الحال الدولة لن تكتفي بتلك الصفقة، وإن شاء الله يعني كما أعلن دولة رئيس الوزراء من قبل مجلس الوزراء والحكومة تدرس عدة صفقات استثمارية كبرى تجتذب الاستثمار أجنبي مباشر، بما يساعد الدولة على تحقيق مستهدفات التنمية وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة. فيعني دولة رئيس الوزراء كان يقصد أن الدولة مستمرة في رؤيتها الاقتصادية وفي جهودها للقيام بعملية الإصلاح الاقتصادي الشامل بغض النظر عن وصول أو توافر تلك الأموال من صفقة رأس الحكم. بمناسبة الصفقات، كلام انه كان في مشاورات اليومين اللي فاتوا في صفقة بيع محطات البنزين بتاعت وطنية، ايه اخر التطورات في هذا الامر؟ يعني كما تعلم حضرتك انه الدولة اعلنت انه سيتم خصخصة عدد من شركات التابعة للقوات المسلحة، وبالفعل هناك اجراءات تتخذ كما تعلم حضرتك في هذا الشأن، بداية من دراسة الشركات وثم تلقي العروض من عدد من الشركات التي ترغب فيها الاستحواذ على الشركات الوطنية، ثم في مرحلة لاحقة بعد إجراء الدراسات المالية والفنية يتم الاستقرار على أفضل العروض. فالمرحلة الحالية هي مرحلة دراسة العروض المقدمة، يعني الدولة كما أعلننا لديها عروض من عدة شركات أجنبية وشركات لوطنية لشركة وطنية بالضبط، وعملية الدراسة يعني هناك دراسة متأنية كما تعلم حضرتك للجوانب المالية والفنية لكل عرض. الاجتماع الأخير الذي عقده دولة رئيس الوزراء كان بهدف استعراض تلك العروض، ولكن بطبيعة الحال يعني هناك حاجة لدراسة متأنية لتلك العروض، فدولة رئيس الوزراء لذلك يعني وجه باستمرار دراسة العروض من أجل الاستقرار على أفضل تلك العروض قبل طرح الشركة وإنهاء عملية التخارج منها. ولكن بيع وطنية ليس قريبا يعني. يعني مش عايزين نقول يا فندم انه عملية البيع سوف تأخذ وقتا طويلا، ولكن يعني خلينا نقول حضرتك انه ان شاء الله خلال الفترة المقبلة يتم انهائها، ولكن بطبيعة الحال يعني كما تعلم حضرتك يعني هذه الامور هي امور فنية ومالية، فبالتالي يعني الحكومة ترغب أو تحرص بصفة عامة على اتخاذ أو القيام بالدراسة المتأنية لأي عروض لتخارج سواء كلي أو جزئي من الشركات الوطنية، لأنه الهدف الأساسي هو تعظيم موارد الدولة وحسن إدارتها. فبالتالي يعني احنا بندي الجهات المعنية الوقت الكافي للقيام بالدراسة، لكن بصفة عامة إن شاء الله سيكون قريبا إنهاء كافة تلك الإجراءات. والنقطة الأساسية اللي احنا بنود التركيز عليها هنا أو إبرازها هي أنه الدولة ملتزمة بدعم دور القطاع الخاص، وأنه أي صفقات سوف تحصل عليها الدولة لا يعني بأي حال من الأحوال التراجع عن دعم دور القطاع الخاص وعن التراجع عن عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في الدولة. سيادة المستشار، في شقين، شق له علاقة بالناس، الناس طبعا شايفة الفلوس جاية وهذه الأخبار السعيدة اللي أعلنها سيادة الرئيس واللي أعلنها اليوم مجلس الوزراء، ويسألون السؤال الذهبي، لماذا لا تنخفض الأسعار؟
يعني الاسعار يا فندم بدات في الانخفاض بالفعل، يعني كما تعلم حضرتك انه كافه السلع اللي بتعتمد سواء المستورده او بتعتمد على مكون دولاري او لديها مدخلات انتاج مستورده من الخارج، كافه تلك السلع خلال الفتره الماضيه ويعني الكل يعلم انها كانت بيتم تسعيرها على اساس السوق الموازيه، لكن بعد اعلان صفقه راس الحكمه وفي اطار جهود الدوله لاجتذاب العديد من الموارد النقد الأجنبي بدأت الأسعار بالفعل تنخفض، يعني الكل شاهد كيف انخفضت أسعار العديد من السلع بمجرد الإعلان عن الصفقة. لا سيادة المستشار، مفيش سلع كتير انخفضت، يعني الناس يعني لسه الناس لم ترى، يعني معلش انجاز لي ان انا اقول لحضرتك انه لم تنخفض الكثير من السلع حتى الان، وده علامه استفهام بالنسبه للناس. طبعا كان هبقى افهم اكتر اما تقول لي انه هتاخد وقت، ولكن انها انخفضت لسه لغايه الناس دلوقتي مش لامسه هذا الامر. يعني مع كلام حضرتك صحيح، ما دي النقطة اللي كنت لسه بكملها لحضرتك، انه الأسعار في الأسواق ومؤشرات الأسعار بدأت في الانخفاض، والأسعار سعر الدولار بدأ ان هو في السوق الموازي يتراجع، وإن شاء الله خلال الفترة المقبلة عندما تتمكن الدولة من توحيد سعر الصرف إن شاء الله هذا الأمر سيؤدي إلى انه الأمر صحيح هياخد بعض الوقت، لكن إن شاء الله خلال الفترة المقبلة أي مدخلات إنتاج سوف يتم إدخالها أو السلع الغذائية الجديدة التي سوف يتم إدخالها للسوق المصري أو الأدوية المواطن. فدي مسألة تاخد وقت، يعني لغاية بعد رمضان مثلا، مش كده؟ مش أسبوع كمان مثلا، يعني مش هنلمس ده. لا يا فندم لا إطلاقا، يعني حضرتك فرق ما بين حاجتين، بالنسبة لي أنا بتكلم على أسعار السلع التي تعتمد على المكون الدولاري من الخارج، لكن لو حضرتك عايز تسأل على السلع المتواجدة في السوق المصري وخاصة فيما يتعلق بشهر رمضان الكريم، الدولة وضعت يعني تعاملت مع هذا الأمر على محورين، المحور الأول هو ضبط أسعار السلع من خلال إصدار عدة قرارات لتحديد الأسعار السلع الأساسية، وكذلك وضع بداية من اليوم بدأ وضع حد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلع. الشق الثاني او المحور الثاني هو زياده المعروض والمتوفر من السلع، وبدانا نعمل معارض اهلا رمضان، معارض كلنا واحد، وبدانا ان احنا نوفر السلع في منافذ التابعه لوزاره التموين والزراعه وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه التابع للقوات المسلحه ووزاره الداخليه، بجانب منافذ طبعا المجمعات الاستهلاكيه، فاحنا بدانا نزود المعروض عشان الاسعار تنخفض. وامبارح يعني امس دوله رئيس الوزراء افتتح معرض اهلا رمضان، وعلى سبيل المثال يعني السكر على سبيل المثال كان متوفر بسعر 27 جنيه للكيلو، فبالتالي يعني الاسعار في رمضان سوف تكون متوفره ان شاء الله، والاسعار سوف تكون منخفضه. معارض اهلا رمضان يا فندم لغايه 30%. يعني حضرتك لو سالت السكر مش موجود، السكر صعب جدا لغايه دلوقتي يا فندم. المعرض تم افتتاحه امس وكان السكر متوفر، يعني انا فاهم يا فندم، ولكن انا بقول لحضرتك ان في مشكله، وحضرتك تقدر تتاكد من هذا الامر، لغايه دلوقتي في مشكله في السكر يعني، انما يعني انا باخد كلام حضرتك زي ما انت بتقوله. حضرتك ذكرت توحيد سعر الصرف، ده معناه انه قريبا سيتم تحريك سعر الجنيه داخل البنك؟ فيما يتعلق بالسياسة النقدية خليني أقول لحضرتك بكل وضوح أنه في تنسيق ما بين الحكومة والبنك المركزي لضبط سعر الصرف، ولكن اتخاذ القرار بتحريك سعر الصرف من عدمه هذا الأمر من اختصاص البنك المركزي بطبيعة الحال. الحكومة عليها دور أساسي وهو توفير النقد الأجنبي اللازم للدولة بما يمكن البنك المركزي من ضبط سعر الصرف، وبما ما هو ده السؤال، العشرة مليار اللي جم دول والـ 14 اللي جايين أو الـ 15 اللي جايين أو بقية أو الـ 20 اللي جايين أيا كان الرقم، دول أكيد يمكنوا البنك المركزي من التعامل.
هو أكيد يا فندم يمكن البنك المركزي والحكومة إن شاء الله من ضبط سعر الصرف، وهذا الأمر إحنا يعني أعلناه بكل وضوح إنه الحصيلة الدولارية سوف تمكن الدولة من ضبط سعر الصرف وتوحيده إن شاء الله، لكن اتخاذ القرار والآليات هو أمر لدى البنك المركزي طبعا بطبيعة. دايما، ولكن كلمة التوحيد دي معناها إنه خلاص في قرار بالتحريك. إمتى بقى؟ ده موضوع تاني. يعني كما ذكرت لحضرتك هذا الأمر يعود للبنك المركزي فيما يتعلق بكيفية توحيد سعر الصرف، ولكن الدولة حريصة على التنسيق مع البنك المركزي فيما يتعلق بالسياسة النقدية لتحقيق أمرين، ضبط سعر الصرف وخفض التضخم. سؤالي الأخير يا فندم، بالنسبة للمستوردين، هل بعد الحصيلة اللي دخلت ديت هيتمكن الناس اللي هي طالبة فلوس علشان الاستيراد وان هي تبقى توفر مبالغ الاستيراد دي هتبقى موجودة في البنوك، هيتم توفيرها للناس علشان المصانع تشتغل والمكون او مستلزمات الانتاج والحاجات دي؟ أكيد يا فندم، يعني إن شاء الله الحصيلة الدولارية وأي استثمارات أجنبية مباشرة بتحصل عليها الدولة بيكون غرضها استيفاء الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومن ضمنها بطبيعة الحال بخلاف السلع الغذائية والأدوية والأعلاف طبعا مدخلات الإنتاج عليها دور مهم، لأنه مدخلات الإنتاج هي بتمس الصناعة، فبالتالي إن شاء الله الدولة خلال الفترة المقبلة سوف تحرص على الاستيفاء مدخلات الإنتاج ودعم المصنعين وتوفير العملة الصعبة، لأنه هذا الأمر بطبيعة الحال بينعكس على استقرار السوق وتوافر السلع في الأسواق، فإن شاء الله يعني سنبذل أقصى جهودنا في هذا الأمر. سؤالي الأخير بجد المرة دي، يسأل المواطن المصري إذا كانت الفلوس جات وموجودة في المركزي ليه هتقطعوا النور تاني بعد رمضان؟ يعني احنا فاهمين ان موضوع الكهرباء له علاقة بتوفر العملة الصعبة وان احنا نشتري مازوت او سولار من الخارج، فبما انه الاموال اصبحت موجودة يعني الحكومة مشكورة قررت انها مش هتقطع النور على الناس في رمضان، ولكن اكدت بشكل واضح انه هيتم اعادة انقطاع التيار لساعات معينة بعد رمضان، فهل الفلوس دي مش المفروض تسمح انه ما يبقاش فيه قطع للتيار الكهربائي بعد كده وننعم بالكهرباء طول الوقت؟ يعني موضوع الكهرباء يا فندم، يعني خليني سريعا اقول لحضرتك انه الحكومه حريصه طبعا على انه نصل لمرحله ان احنا نوقف فيها تخفيف الاحمال، ولكن القضية الأساسية هي أنه في استهلاك متزايد، يعني في ظل المشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني في استهلاك متزايد، أخذا في الاعتبار أنه الوقود الذي يستخدم في تشغيل المحطات بيستورد من الخارج، فبالتالي مع الاستهلاك المتزايد في هذا الشأن يعني الدولة حريصة أنها توفر الأموال والموارد اللي تلبي احتياجات المحطات الكهرباء، ولكن بطبيعة الحال الاحتياجات متزايدة، احنا ما بنتكلمش على قطاع الكهرباء فقط ولكن بنتكلم على قطاعات عديدة، في محتاجين نوفر سلع غذائية، محتاجين نوفر أدوية، محتاجين نوفر العديد من الاحتياجات الأساسية، فالإدارة المثلى لهذه الأموال تقتضي ان احنا نحط أولويات، وطبعا الكهرباء أحد هذه الأولويات، ولكن إن شاء الله في المرحلة الحالية احنا مستمرين بعد رمضان إن شاء الله هيكون في تخفيف أحمال إلى أن نصل إن شاء الله لمرحلة معينة يتوافر فيها الوقود اللازم والموارد المالية اللازمة اللي تخلينا نتوقف تماما عن تخفيف الأحمال. يعني الفلوس اللي جت دي مش هتأثر بعد كده، بدل الساعتين يبقوا ساعة نص ساعة، بحاول أتفاوض يعني أجيب أي حاجة زيادة. لا يعني خلينا نقول انه يعني هذا الامر يعني بكل امانه بيحظى، اصل املنا كبير قوي في الفلوس اللي جت دي، يعني كل واحد بيبص لها من ناحيه، فاملنا كبير فيها يعني. ان شاء الله يعني دوله رئيس الوزراء حريص كل الحرص على متابعه موضوع تخفيف الاحمال، وان شاء الله يعني سنستخدم الاموال للاستخدام الامثل، واذا توفرت لدينا القدره لتقليل ساعات تخفيف الاحمال ان شاء الله هنقوم بهذا الامر، لكن يعني بدون شك احنا بنعمل من اجل توفير الوقود والموارد اللازمه اللي تمكننا في مرحله ان شاء الله مقبله اننا يعني نمتنع تماما عن تخفيف الاحمال. يعني لاخر السنه مثلا؟
يعني نتمنى ان شاء الله، يعني نتمنى في اقرب فرصه ممكنه يعني، لكن احنا ان شاء الله سوف نستمر في تخفيف الاحمال بعد شهر رمضان، لكن نتمنى ان شاء الله انه يعني في اقرب فرصه ممكنه ان نوقف تخفيف الاحمال. والامر زي ما ذكرت لحضرتك الدوله بتواجهه من خلال العمل على توفير الموارد الاستثماريه اللي تمكننا من الحصول على العمله الصعبه اللي تفي كل احتياجاتنا، سواء كانت كهرباء او غذاء، سلع غذائيه او ادويه وخلافه. فيعني الاحتياجات قد تكون كبيرة، لكن هناك حاجة ماسة لترشيد النفقات، ولذلك هو ده الأمر اللي أكد عليه دولة رئيس الوزراء، إنه الدولة حريصة على الاستمرار في سياسة الترشيد وسياسة حسن إدارة الموارد العامة للدولة بغض النظر عن الصفقات اللي بتعقدها، لأن الصفقات دي بتساعد على تجاوز التحديات الاقتصادية، ولكن الأمر يتطلب في ذات الوقت ترشيد الموارد وحسن إدارتها. سيادة المستشار محمد حمصاني بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، بشكرك على وقتك، شكرا لك يا فندم. شكرا يا فندم. عاملين حاجة لطيفة كده علشان الناس باصة للقرشين، كل واحد يقول لك الفلوس جت. فكروني بزمان أيام الثورة وفي ميدان التحرير لما الناس وصلت وقسمت الفلوس، قال لك أنا ليا كذا وليا كذا. فالمصريين اليومين دول، وده حاجة حالة استبشار جميلة، حلو كويس إنه في أمل، إنه يعني عنق زجاجة وعديته، كل الأشياء دي حاجة جميلة. ولكن طبعا بيطلع لنا بقى المحللين والخبراء اللي يقول لك لا، انت الفلوس دي لازم تصرفها كده، الفلوس دي لا لازم تصرفها كده، الفلوس دي اوعى تصرفها كده، زي الجدل اللي حصل لما الرئيس قرر انه يبقى فيه مبلغ يتحط فيه صندوق اصحاب الهمم. المبلغ ده مش هيتصرف، ده هو العائد بتاعه اللي هيتصرف، يعني العشرة مليار جنيه اللي الرئيس طلبها من معالي رئيس وزراء، انه المبلغ ده العائد بتاعه يعني يساهم في يعني حياة افضل لهؤلاء المواطنين. انا فاكر يوم قبل الثورة كنت سألت الدكتور بطرس غالي لما جت شركة اتصالات الإماراتية وخدت ترخيص شركة في مصر، فيوميها كان رقم مهول برضو، فقعدت أسأل بقى هنعمل إيه بالفلوس دي يا دكتور يوسف، هنوديها فين، وأحلام بقى، أنا عايز أحط حتة هنا وحتة هنا وحتة هنا. طيب، ولكن هناك غير أمنياتنا، وفي حد عايز الكهرباء، وفي حد عايز التعليم، وفي حد كذا كذا كذا. نسأل السؤال، هذه الأموال كيف يمكن التصرف فيها التصرف الناجح الصحيح؟ الدكتور مدحت نافع